بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الثاني بكم، وهو لقاء الخير والمحبة والصدق والمودة إن شاء الله. نتواصى فيه بالحق والصبر، ونتواصل على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت كلمة جميلة جليلة لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله، منقولة عن تسجيلاته الشهيرة في مجالسه الكثيرة رحمه الله، المسمى سلسلة الهدى والنور، رقم الشريط 784. تتكلم هذه الكلمة عن شيء مما نحن فيه، وعن بعض ما كان سببا في تفريق كلمة أهل السنة والسلفيين. الشيخ فيها ناصح، بل ناصح أمين، ينصح أبناءه وإخوانه وأحبابه وطلابه نصيحة المشفق الرحيم والصادق في هذا النصح، وهذا دأب العلماء ومنهج الأصفياء والأولياء. يقول شيخنا رحمه الله في نصيحته: انظر يا أخي، أنا أنصحك، ولا يخفى على الجميع قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم، وأولى الناس بهذه الحقيقة هم أهل العلم الربانيون وأئمتنا السلفيون رحمهم الله تعالى. قال: انظر يا أخي، أنا أنصحك، أنت والشباب الآخرين، وإن كانت هذه النصيحة فردية في سببها، لكنها عامة في هديها ونورها، شاملة في توجيهها وتعليمها. نعم، قد يكون هنالك فوارق فردية في عملية النصح بين الفرد والجماعة، أو الشخص والمجتمع، لكن بشكل عام في حديث الدين النصيحة ماذا قال؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعامتهم. قال: أنا أنصحك، أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم. أولا وصف خطهم بأنه خط منحرف، يعني ليس هو الصراط المستقيم، ومع ذلك تحفظ، قال: فيما يبدو لنا والله أعلم. وهذه إشارة إلى أن قضايا التخطئة والتصويب حتى التبديع قضايا ليست قطعية، وبالتالي
المطلوب التأني والتوقي فيها وعدم الإغراق في الخوض بها، وهذا لا يكون إلا لأفراد قليلين من أهل العلم، ليس لعامة الناس فضلا عن عامة أهل العلم. قال بدأ هنا بالنصيحة بعد هذه التوطئة، قال ألا تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا. طبعا سيأتي من خلال الكلام أن النقد نوعان، نقد بناء ونقد هدام. النقد البناء هو النقد الصادر من قلب مخلص يستحضر أثناء نقده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو نقد متعلق بالقول أكثر من تعلقه بالقائل، وهو نقد مرتبط بالتخطئة لا بالتبديع والتضليل. هذه قضايا مهمة يجب وعيها وفهمها وفقهها والوقوف طويلا عندها. وبالمقابل النقد الآخر المنحرف مما سماه شيخنا خطا منحرفا هو النقد المخالف لهذه الأصول الثلاثة والمناقض لهديها والمعاكس لجمال إرشادها وجميل أثرها. ماذا قال؟ لأنه يريد أن يعلل. اليوم نسمع من بعض الناس كلاما كأنه قرآن كريم، كأنه وحي من التنزيل، إذا قالوا كلمة لا يقبلون أن تناقش وغير مستعدين أن يأتوا عليها بدليل. هذا منهج بعيد عن منهج العلماء ومنهج مخالف لمنهج الفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعين وحفظ الله للأمة الأحياء منهم. لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، العلم ليس مجرد الاعتراض وليس مجرد التخطئة وليس مجرد النقد، العلم هو الحجة والبرهان والدليل والبيان، هذا هو العلم. حينئذ إذا أظهرت ما عندك من العلم، إذا أظهرت ما عندك من العلم حينئذ ينكشف لك الصواب والخطأ، الدليل ووجه الحق في الاستدلال به، هكذا يكون الحكم بالصواب. قال وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. نعم، وأنا أقول يا ليت بقي الأمر على الأحقاد والبغضاء في القلوب. قد نتلاقى وقد نجتمع ويوجد في قلوبنا أحقاد أو بغضاء، لكن اليوم صار هذا الأسلوب وهذا الخط المنحرف كما سماه شيخنا الشيخ الألباني كأنه ولاء وبراء بين مسلمين وكفار، وكأن هذا الولاء والبراء فقط لأهل السنة أو موجه لأهل السنة، بدليل أننا نرى هؤلاء الذين يجرحون أهل السنة الذين يخالفونهم في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو لا يبدعون من هم يبدعونه، نراهم مع الفساق أحيانا، نراهم مع العامة من الناس والأغمار أحيانا أخرى. أما السلفي الذي خالفوه وخالفهم فهو عندهم يبتعدون عنه كما يبتعد عن المريض الأجرب والعياذ بالله تعالى.
بعد أن ذكر السلبيات شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الإيجابيات، بعد أن نقض معاول الهدم أراد أن يرشد إلى أسباب البناء وبواعثه وطرائقه وأبوابه، قال: إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف. هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس الذي له أخطاء كثيرة؟ وهل هذا يحق لنا أن نسميه صاحب بدعة؟ إذن ليس كل واحد عنده أخطاء قلت أو كثرت نسميه أو نصفه بأنه صاحب بدعة، هذا لا يجوز. بل حتى لو وقع في البدعة، وكثيرا ما نبه شيخنا رحمه الله تعالى على قضية جوهرية، وهي أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. اليوم للأسف الشديد ماذا نرى؟ نرى ألفاظ التبديع والهجر والتضليل على أشدها، وبين من؟ بين من يقولون نحن سلفيون. لو كنتم سلفيين حقا وصدقا لكنتم كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكررناها وقررناها وأكدناها، وها نحن ذا نؤكدها. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ثم قال شيخنا رحمه الله: وبالتالي هل مثلا يحق لنا أن نسميه صاحب بدعة؟ وبالتالي هل هو مبتدع؟ يقول الشيخ: ما لنا ولمثل هذه التعمقات، وقد ورد عن بعض السلف: إياكم والتعمق. المقصود بالتعمق هنا هو الغلو والدخول في متاهات نحن في غنى عنها. وكم سمعنا من شيخنا رحمه الله أنه قال: قل كلمتك وامشي، ويقول: كلامي معلم وليس بملزم. أين هذا المنهج المشرق المنير، المنهج السلفي الصحيح في الرحمة والرأفة والشفقة من منهج هؤلاء الذين يبدعون ويضللون بالغيبة والنميمة وسوء الظن والبعد عن الحق والهدى والتلبس بالخلل والهوى؟ هذه أغاليط كبرى. ماذا يقول الشيخ؟ قال: أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة، والفرقة يومئذ كانت بذرة، ومع ذلك شيخنا ينبه عليها ويحذر منها ويسميها تعمقا ويدعو الناس إلى تركها ومجانبتها. فكيف الآن وقد صارت البذرة، لا أقول غصنا ولا أقول نبتة، بل صارت شجرة، بل صارت أشجارا، لكنها أشجار حنظل لم يأتي منها إلا الويل والثبور وعظائم الأمور من الفرقة والتشتت ومن تمزيق الدعوة وتفريق صفها ومن انشغال الشباب بالقيل والقال والتبديع والتضليل، بعيدا عن العلم الشرعي، بعيدا عن العلم والتعلم والتعليم، بعيدا عن الانشغال بالعقيدة والتوحيد والسنة الصحيحة والتصفية والتربية وحفظ كتاب الله وتلاوته ومعرفة تفسيره والدراية بالأحكام الشرعية والفقه في الدين والأخلاق والسلوك. صار التبديع والتضليل هو الأساس، وصارت هذه فرعا منسيا وشأنا متروكا. لقد قلبوا الصورة وعكسوا القضية. الأصل في موضوع التبديع والتضليل أن يكون حماية للدين، فإذا به صار غاية في ذاته وهو وسيلة وليس بغاية.
هو وسيلة لحفظ الدين. لكن اليوم نسيت الغاية واشتغل بالوسيلة، وهذا من بعدهم عن توفيق الله ومن مجانبة توفيق الله تعالى لهم. قال: لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. نعم والله إنها لفرقة، وأية فرقة، كنا نلوم الحزبيين فإذا ببعضنا يقع فيما هو شر من فعائلهم، وأسوأ من حزبيتهم، وأشنع من عصبيتهم. يقول شيخنا: هذه الفرقة والله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي، هذا كلام شيخنا. السبب الأكبر فيها أي الفرقة هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية أي العلمية والشرعية الناتجة عن التفكير والإدراك المعرفي. ثم ختم قائلا: هذه نصيحتي. أقول: نعم، ونعمة النصيحة. ذلكم أن الخلل إذا كان فكريا كما قال شيخنا، أو فقهيا أو حتى عقائديا، ننظر هل هو خلاف معتبر أم خلاف غير معتبر. إذا كان خلافا معتبرا، إذا كان خلافا معتبرا، ليس بيننا وبين إخواننا ممن يخالفون التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. وإذا لم يكن خلافا معتبرا وكان كل منا يأخذ بطرف، هل من الممكن ألا نتفق على عالم يحل لنا الخلاف ويحكم بيننا بالإنصاف، بأن يقول هذا خلاف غير معتبر وأنت قولك باطل وأنت قولك حق وتنتهي القضية، لولا أن حظ النفس الأمارة بالسوء كما قال شيخنا هو المسيطر وهو الجاثم فوق القلوب والعقول وهو المهيمن على السلوك. إضافة إلى شيء آخر فاتني أن أذكره في المجلس الماضي أمس، وهذا أوان ذكره، أن هنالك خوفا بالباطن من كثير من الشباب الذي يتدخل في هذه الفتنة، وقد يكون كثير من هذا الكثير غير مقتنع، لكن يخشى إذا سكت أن يبدع، يخشى إذا لم يبدع أن يهجر وأن يحذر منه. وأنا قلتها وأقولها وسأظل أقولها، أخشى أن يكون هذا الخوف خوفا عقائديا يكون بابا إلى الشرك والعياذ بالله. أقول أخشى ولا أحكم، أخشى. والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أحببت أن يكون كلامي موصولا بكلام إمام من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، حتى يكون أقوى حجة وأبين دليلا وأعظم برهانا، وحتى يعرف المترددون والمتشككون أن ما نحن عليه من رحمة وشفقة ومن ألفة وتآلف حتى مع الذين بدعونا وكفرونا، نحن لا نبدعهم ولا نكفرهم، لأننا مع علمائنا الربانيين الذين قال قائلهم وإمامهم وأستاذ من أساتذتهم الأول: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخوة أرسلوا الأسئلة فنحن لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله حياتكم مبارك الله فيكم لكلماتكم الطيبة. نحن جماعة من الطلبة في مدينة مومباسا في معهد الإسلامي الإسلامي. سؤالنا الأول، هل في فرق بين أهل السنة والجماعة وبين المنهج السلفي الصالح؟ لا فرق، وأهل السنة لهم ألقاب يعرفون بها، يقال السلفيون، يقال أهل السنة، يقال أصحاب الحديث، يقال أصحاب العقيدة الصحيحة. هذه كلها أوصاف وصفات لمسمى واحد، وهي صفات وليست ألقابا. قيل أهل الحديث لأن اهتمامهم بالحديث، قيل أهل السنة لأن دعوتهم مبنية على السنة، قيل السلفيون لأن السلف الصالح هم الأجل طريقا والأهدى سبيلا ممن ينتسب إليهم الناس من بعدهم. سؤالنا الثاني فضيلة الشيخ، يقولون أنك ترد على أكثر أو جميع مشايخ السعوديين، هل لك من الشيوخ السعوديين الذين يتفقون معك في موقفك ومنهجك الدعوي الذي تسير عليه؟ بارك الله فيك. العكس هو الصحيح، وهذه كذبة من كذبات كثيرات بيناها ورددناها وناقضناها. فليذهبوا ليسألوا الشيخ صالح آل الشيخ، فليذهبوا ليسألوا الشيخ عبد المحسن العباد، فليذهبوا ليسألوا الشيخ حسين آل الشيخ رئيس المحكمة الكبرى وإمام الحرم، وهكذا كثير من أهل العلم. على أنني أقول، لو افترضنا أن زعمهم زعم صحيح وليس بصحيح، لو افترضنا أقول، فأنا أسأل متى كانت الإقليمية أو المناطقية أو الشخصانية دليلا على معرفة الحق في مسألة ومسائل؟ فهذا ضرب في حديد بارد، وكلام ليس له سبيل إلى الصواب والحق. إذا يوجد خلاف بيني وبين غيري، كائنا من كان هذا، مع احترامنا للجميع، قولوا ما الخلاف، ما دليله، ما حجته، ما برهانه. أما أن تقولوا خالفت فلانا أو علانا، أو خالفك فلان وعلان، خالفت الأكثر أو الأقل، هذا ليس من العلم، إنما هذا من التحريش الذي ما أنزل الله به سلطان، مسجلا احترامي وتقديري لسائر علماء المسلمين من أهل السنة السلفيين في كل بلاد المسلمين. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، فنحن حسب متابعتنا لدروسك ومحاضراتك فنرى أنه ما من مكان في بلاد أفريقيا أحرت إليها للدعوة إلا ويحذر بعض الناس منك، ويحذرون الطلبة من محاضرة دروسك ومحاضراتك. هل ما وراء هذا القصد حسب نظرك؟ هل هناك شيء قد تبين لك مما يدعوهم إلى هذا النبذ اللئيم، حيث ينبذونك ويحذرون طلبة العلم من حضور محاضرتك؟ أنا أشرت إلى هذا، قلت هو إما التقليد أو العصبية أو الجهل أو الخوف، كلا أو بعضا. وأما من عنده شيء من العلم فليظهره وليبديه وليناقش وليواجه. ولا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، للأسف يتكلمون من بعيد ومن وراء وراء، بعيدا عن الحجة أمام الحجة والبينة أمام البينة. ولو كانوا على شيء من العلم الصحيح لكانوا ناصحين أولا، صادقين في تحذيرهم
بإنقاذ أخيهم مما هو فيه ثانيا قبل أن يحذروا الناس مما لو سئلوا لماذا تحذرون ليس أمامهم إلا التقليد، قال فلان وقال فلان، وهذا ليس هو الطريق الذي سلكه ويسلكه علماء أهل السنة في مناصحتهم وتعاونهم واعتصامهم. فضيلة الشيخ، السؤال الرابع، إننا نعلم كذلك أنه جرى بينك وبين اللجنة الدائمة من المملكة العربية السعودية شيء يدل على سوء التفاهم من حيث الفتوى، حيث رموك أن لك بعض الفتاوى والكلمات التي تدل على الإرجاء، كلام مضى عليه أكثر من 15 سنة، ولكن بعض الناس ما زالوا يدندنون على هذا الكلام أنك تدعو إلى الإرجاء، بل بعضهم يصرحون أنك مرجئ. ما قولك في هذا الكلام؟ قولي في هذا الكلام مقسوم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالفتوى، فقد كتبت جوابا على الفتوى وجوابا على من دافع عن الفتوى أكثر من 1000 صفحة، وإلى الآن الكلام الذي قلته الحمد لله هو الذي أعتقده صوابا، وأعتقد أن أعضاء اللجنة قد أخطأوا فيما خطأوني به، مع احترامي لهم وتقديري إياهم وتعظيمي لمكانتهم، لكن نحن أحيانا نخالف الفقهاء الأئمة 4 أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، من باب أولى أن يخالف بعضنا هؤلاء العلماء الأفاضل الذين نحتسبهم مأجورين إن شاء الله على ما أخطأوا فيه على جميع الأحوال. فلا يجوز لناقص أو متنقص أو متربص أو متلصص أن يستدل بمخالفتي لهم أو مخالفتهم لي على وجود عدم تقدير أو إساءة، وكلام الشيخ حسين آل الشيخ في ذلك مشهور ومعروف منذ أن صدرت فتوى اللجنة الدائمة بعد ذلك ببضعة أشهر لا غير، فمن أراد الصواب فليرجع إليه. أما موضوع إرجاء وغير إرجاء، فهؤلاء في الحقيقة أيضا إنما ينطلقون، أعني الذين ينقلون كلام علماء اللجنة ثم يبنون عليه أهواء في أهواء. هؤلاء النقلة ليسوا طلبة علم، وإن كانوا طلبة علم فهم يغضون أبصارهم عن الأدلة ويغمضون أعينهم عن الحجج والبراهين، وإلا فهذه كتبنا وآخرها كتاب سميته الحجة القائمة في نصرة اللجنة الدائمة، وهو موجود على الإنترنت، الحجة القائمة في نصرة اللجنة الدائمة، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ماذا صنعت في هذا الكتاب للمرة الأولى؟ هذا الكتاب جعلته وثائق، لم أشتغل فيه بالطباعة، وإنما أنقل النص من الكتب صورة كالوثيقة وأنقلها. نقلت نص اللجنة ونص كلامي ونص المنقول عنه، وأقول للناس بينوا لنا الفوارق، بينوا لنا مواضع النقد. لذلك أضرب مثلا في كتاب طبع السنة الفائتة للشيخ عصام السناني وقدم له الشيخ صالح الفوزان في موضوع فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا نبهنا عليه في كتبنا أنا وأخي الشيخ خالد العنبري قبل 15 عاما، وكان من ضمن ما أنكر علينا في الفتوى هذا الموضوع، أن للشيخ فتوى أخرى تحمل عليها الفتوى الأولى. فإذا بالشيخ الفوزان جزاه الله خيرا وشكر له وبارك في جهده يقول ويكتب بقلمه في حاشية على هذا الكتاب، يقول وتحمل الفتوى الأولى على هذه الفتوى، وانتهى الإشكال. لكن التاجر المفلس يبحث في الدفاتر القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة من بعض الإخوة السلفيين في مومباسا. فضيلة الشيخ، حفظك الله من كل سوء ومكروه. سؤالنا الأول، قد بلغنا بعض الأصوات من أهل العلم أو من المتكلمين في العلم
أنك تدعو الناس وجميع الدعاة إلى توحيد الصفوف الدعوية، فنريد أن نعرف ما حقيقة هذه الكلمات وما حقيقة دعوتك إلى وحدة الصفوف الدعوية؟ وأنا أعجب من هذا السؤال، فهل الدعوة إلى التفريق أم إلى الوحدة والتوفيق؟ الدعوة إلى الخصام أم الدعوة إلى الاعتصام؟ والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا كلامي أنا الذي أقوله وأكرره ما سمعتوه اليوم، ما سمعتموه اليوم وسمعتموه بالأمس وسمعتموه في كل ما أقول، نحن ندعو إلى أن تتوحد جهود السلفيين وأهل السنة، حتى مخالفي السلفيين، حتى مخالفو السلفيين نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. حتى الكفار كما في نص القرآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فمتى كانت الدعوة إلى توحيد الصفوف ذما؟ لكن توحيد على ماذا؟ هل توحيد على الأهواء؟ توحيد على أن نكون كالنعاج نستجيب لقول فلان دون حجة ولا برهان؟ لا، الدعوة إلى توحيد الصفوف مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، مبنية على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أما غير ذلك فارمي به، لا وزن له. ابتداء فأقول مع احترامنا للدكتور ربيع، ليس هو القدوة والأسوة والمقياس الذي يقاس عليه الصواب والخطأ والحق والباطل، وحتى نقول هذه المدة هي المدة التي المعتبرة التي يجب فيها الصبر وخمخ، هذا كله كلام غير صحيح وغير مقبول. ولكن نقول أنت أيها المسلم استمر في نصحك واستمر في تذكيرك وتوجيهك وإنكارك على هذا المخالف ودعوته إلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، ولا تنشغل بتقدير المدة وإحصاء الأيام والأوقات وعدد الكلمات، هذا سيبعدك عن المنهج الحق والطريق السداد. وإنما الواجب عليك أن تستمر في دعوتك، وكلما حانت فرصة أن تبين لهذا الرجل خطأه وأن تنصحه وأن تذكره، وهذا وذاك لا يمنعانك من التحذير من الخطأ. أما الانشغال بالشخص نفسه قياما وقعودا وعلى جنوبهم فهذا ليس منهج العلماء وليس منهج الأئمة. الشيخ ابن باز لما رد على الصابوني رد مرة واحدة، ولا يزال الصابوني إلى هذه اللحظة في بلاد الحرمين، لم يلاحقه ولم يطارده ولو لما رد على سفر حوالي كذلك، ولا يزال سفر حوالي إلى الآن، ولما رد على أبي غدة كذلك، ومات أبو غدة في السعودية، وكذلك الشيخ الألباني. لكننا نرى اليوم كأننا أمام بحر هائج من التضليل والتبديع والهجر والإخراج من أهل السنة في أقل الأمور وبدون ضوابط
وكما وصفه الشيخ العباد في رسالته الرائقة التي احمرت لها أنوف رفقا أهل السنة بأهل السنة وأتبعها بالرسالة الأخرى التي تكاد تكون مثلها إن لم تكن أحسن، ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، قال الملاحقة، يردون على الشخص ويلاحقونه حتى لو أنهم يتمنون أن يقطع رزقه لفعلوا. وقرأت قبل أيام خبرا قديما لكن التعليق عليه حديث، أن بعض الكفار حكموا على بعض الجهات الإسلامية بأنها إرهابية، فإذا بواحد من هؤلاء الغلاة يقول بشرى أن يحكم على هؤلاء بأنهم إرهابيون، وهم ليسوا إرهابيين، وظهرت النتيجة من قبل، وهو لأنه غائب عن المتابعة ظن الخبر القديم جديدا، فإذا به يفرح ويصفق ويكاد يرقص طربا نتيجة هذا الخبر. أين أخوة الإسلام؟ أين الصدق في هذه الدعوة؟ أم أن الأمر في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو في بعض ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دعوها فإنها منتنة، والله إنها منتنة فدعوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هناك تحذيرات من قبل الإخوة يقولون لأن الشيخ علي الحلبي مفتون وحذر عليه العلماء، حتى بلغوا لأن بعضهم بدعوه وضللوه لأنهم يقولون لأنه مبتدع ضل. ماذا تنصحون من قبل هذه الكلمات التي تخرج من هؤلاء؟ وجزاك الله خير. أخوك هارون راسي في تنزانيا. بارك الله فيك يا أخي والإخوة جميعا. أقول باختصار شديد لهؤلاء، اتقوا الله ولا أزيد، لأن فاقد شيء لا يعطي، والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ولا أريد أن نناقشهم فأقول أنتم المفتونون وأنتم المبتدعون الضالون، هذا أسهل شيء، لكني لن أزيد على أن أقول اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن هنالك يوما يقتص الله فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وأقول كما قال شيخنا الشيخ الألباني وقد أشرت إلى ذلك أمس، من أخطأ في حقي مجتهدا الاجتهاد الشرعي الصحيح ولو خالف الحق في، فأنا مسامحه وأعفو عنه وأغفر له وأستغفر له، ومن أخطأ في حقي تقليدا أو جهلا أو خوفا أو عصبية فلن أسامحه يوم اللقاء العظيم، وعند الله تجتمع الخصوم. ابتداء قد يكون من الإباضية من هو عامي لا يعرف من الإباضية إلا أنه إباضي، فهذا لا يحاسب على أساس أنه صاحب بدعة، لأنه إباضي بالجغرافيا كما يقال، إباضي بالنسبة والتوارث. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا الذي عقد، هذا إذا كنت تقصد بالعقد هنا ما يفعله كاتب العقود، فكاتب العقود شيء والقاضي أو الموكل له شيء آخر، والحكم حينئذ بالنكول والتراجع عن العقد ليس لكاتب العقود إنما هو للقاضي. كاتب العقود منفذ وليس بصاحب قرار، والله تعالى أعلى وأعلم. فضيلة الشيخ،
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما حكم رجل يدعي أنه يدعو إلى السنة والسلفية ثم تثبت عليه مواقف وكل هذه المواقف تدل على إسقاط حظه في العلم ودرجته من بين الدعاة؟ مثلا تثبت عليه كذبات واضحة وتراجع المتفلت أنه يتراجع في شيء ثم يرجع فيه، يسب بعض الناس ويتهمهم ويقذفهم ثم يتابعونه ويستفسرون منه فيقول والله قلت هذا غضبا وقلت هذا غلطا، ثم بعد ذلك يبث الكلام عليهم قذفا وتهمة، ثم من بين هذه المواقف يعني على سبيل المثال وتحقيقا للمقال، فنحن بالأمس كنا في مالك ساوني ووضعنا الشاشة في قاعة الكبرى لا في المسجد، ثم من بين المغرب ألقى كلمة ويتحدث أننا وضعنا الصور بذات صورتك في داخل المسجد ونحن حقيقة لم نكن في المسجد بل كنا في قاعة الكبرى، ماذا تقول عن مثل هذا الرجل؟ هل ينبغي أن يستدل بكلماته أم هذه أمور تسقط حظه من حيث أنه لا يعتبر مفتيا ولا قائلا في شؤون الدينية العامة؟ طبعا أنا الآن لست قاضيا حتى أقضي بينك وبين من تسأل عنه، ولكني أفتيك بفتوى على اعتبار أن كلامك في هذا الرجل حق. أنا لا أفترض أو لا أجزم أقول أنك محق وهو مبطل، أو أعكس الصورة أقول هو محق وأنت مبطل، لأن التقاضي يوجب السماع والاستماع من الطرفين وأنا لم أسمع إلا منك، لكن كما قلت لك أنا الآن أفتيك فتيا ولا أقضيك قضاء، فأقول على افتراض أن ما قلته حق فمثل هذا لا يجوز أن ينسب إلى العلم فضلا إلى السنة، لأن الكاذب لا يكون صاحب دعوة إلا دعوة الكذب والافتراء وسوء الظن والخبيئة السوء، وهذا مما يتنزه عنه صبيان الكتاتيب من المسلمين فضلا عمن يتصدر الدعوة إلى الدين. كان هذا السؤال الأخير إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ما زال موعدنا مع الشيخ علي إن شاء الله المجيء إلى مومباسا، ما زالت الدعوة قائمة، وتأجيل حضور الشيخ لم يكن إلا للظروف التي تعلمون التي تمر بها المدينة وتمر بها البلد عموما، هذا هو السبب الذي دعانا إلى التأجيل المجيء بعد استشارة الإخوة، يعني أخونا محمد بسواد حفظه الله وبعض الحكماء هناك مثل الشيخ أحمد مسلم حفظه الله تعالى، يعني أشاروا أنه الأولى أنه يكون يؤجل الأمر، هذا هو إن شاء الله السبب الوحيد، والشيخ ما زال بإذن الله مستعدا للمجيء هناك بإذن الله تعالى، ومتى ما تيسرت الأمور بإذن الله نبلغكم، وإن شاء الله انتظرونا بإذن الله فنحن قادمون بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا مرة أخرى ونستودعكم الله. السلام. قبل ذلك نوصي إخواننا أن يعلنوا عن الندوة أو عن اللقاء قبل الوصول حتى يكون فسحة للمحذرين حتى يحذروا حتى نكسب من الأجر أكثر وأكثر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.